حلم سيكتمل، ولغة بينة الملامح واضحة التأثير، هي حماس سمعة على درب الصحابة، هي حماس إرادة للشعب والأسرى، العودة واللاجئون، الصبر والمصابرة. ومع بيعتنا في هذا اليوم فليتفضل أحد مؤسسي حركة حماس، الشيخ المجاهد أبو أسامة دخان، والد الشهيدين طارق وزيد، والد الأسير المجاهد محمد دخان. ولنشدد ولنردد خلف قائدنا الأستاذ عبد الفتاح معا وبصوت واحد. فلترفع الأيدي إلى الأعلى. أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره. تسافر مع زوجتك في احد بلدان الكافرة، مثلا تذهب الى الهند وانت مع زوجتك واولادك الصغار، وهنالك كان هناك فتنة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفرة، فاذا وجدوك اولا عذبوك، وبعد ذلك اهانوا اهلك، وبعد ذلك قتلوك وقتلوا زوجتك وقتلوا اولادك الصغار. فجاء اليك هؤلاء القوم الكفرة وقال لك هل انت مسلم؟ اذا قلت مسلم عذبوك ومثلا أهانوا زوجتك وأساءوا له الأدب وخلاف العفة فعلوا، إذا قلت مسلم. وإذا قلت كافر فيتركوك، فإذا قلت أنا كافر مسيحي نصراني يتركوك. ماذا تفعل أنت في ذلك الوقت؟ شيخنا أقول أنا كافر. أحسن، التقية هو هذا، التقية هو هذا، التقية هو هذا أخي العزيز. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل، وما زلت أغطي الأحداث الجارية والصراع الوهمي بين إيران وإسرائيل من خلال حملات توعوية من أجل إنقاذ المسلمين من الدخلاء الذين يهدمون توابت الدين باسم الإسلام أو باسم الإخوان المسلمين. المقدمة المقترحة في بداية هذا الفيديو أثبتت قطعا على أن حماس جزء من الإخوان المسلمين، وقد أدت القسم، وحتى ولو خرج منهم واحد وقال إن حماس قطعت صلتها بالإخوان فهو كذاب، لأنهم جميعا يمارسون التقية، يمارسون التقية على أوسع نطاق. ليكون درسنا اليوم حول علاقة الإخوان المسلمين بالشيعة، ونتكلم عن بعض عقائدهم الشادة، وهل الإخوان المسلمين قدموا شيئا للقضية الفلسطينية أم مجرد كلام وخطب على المنابر، ولماذا الإخوان أنكروا موضوع المهدي وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأسئلة وغيرها سنراها في هذه الحلقة. أقول
وبالله أستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين، ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر المبتدعين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين. ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. قولوا اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبابي الكرام، إن من أهم المبادئ التي يرتكز عليها جماعة الإخوان المسلمين هو مبدأ التقية في كل شيء، لذلك تجدهم يكذبون أكثر مما يتنفسون، يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون لأن لهم الحق في مبدأ التقية. وهذا الأسلوب تضليلي خدع الأمة الإسلامية، لهم أهداف سلطوية ومشروع ثوري في الباطن، لكن في الظاهر يدعون أنهم جماعات دعوية وفكرية لا تستهدف السلطة وغيرها. عموما أحبابي الكرام، جماعة الإخوان تأسست سنة 1928 على يد حسن البنا عقب انهيار الخلافة العثمانية، وقد اعتبر طريق الوصول إلى السلطة من أركان الإسلام. أعيد، حسن البنا اعتبر طريق الوصول إلى السلطة من أركان الإسلام، بمعنى أن أركان الإسلام ستة وليست خمسة، وهذا في حد ذاته شذوذ فكري، وقد دعا إلى دين جديد وفكر جديد، وكان ينظر إلى غير الإخوان المسلمين وكأنهم كفار. وهو الذي قال في كتاب الرسائل الصفحة 86: إننا نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج، منهج الإخوان، ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام. كلام حسن البنا صريح، ومن لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين لا حظ له في الإسلام. ومن أهم الضلالات الأخرى لحسن البنا وهي فكرة التقارب بين السنة والشيعة، وهو أول من وضع حجر الأساس لتقارب الشيعة والسنة، وقد قال: اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء، أما الخلاف بينهما فمن الممكن التقريب فيها بينهما. سبحان الله، أي تقريب سنراه والشيعة مؤمنون بأن القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقولون جرى عليه التغيير والتبديل، ويقولون عنه أنه محرف وقد زيد فيه ونقص منه. أي تقريب، وهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تقريب، وهم يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها ويسبونها. أي تقريب، وقد حرفوا الصلاة. أي تقريب، وقد غيروا وبدلوا في الأركان الخمسة للإسلام. أي تقريب، وقد أشركوا بالله حينما قالوا في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء. أي تقريب، وهم يمارسون نكاح المتعة. أي تقريب، وهم عقائد شادة في الأئمة. أي تقريب، وهم يقولون إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لأهل السنة مكذوبة. أي تقريب، وهم يقولون الجهاد ممنوع حتى يظهر الإمام الغائب. أي تقريب، وهم يسبون حتى الرسل والأنبياء. أي تقريب، وهم يقولون إن الوحي نزل على فاطمة الزهراء رضي الله عنها. سبحان الله، كل هذه الضلالات عند الشيعة، ويقول تقريب.
وأما المسلمون غير الشيعة فهم كفار بمجرد عدم الإيمان بمنهج الإخوان المسلمين. ونذكر مجددا بما قاله حسن البنا، قال: إننا نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج، منهج الإخوان، ولا يعمل لتحقيقه، لا حظ له في الإسلام. انتهى كلامه. نعم، الشيعة لهم حظ في الإسلام عند حسن البنا، ومن يخالف فكر الإخوان المسلمين لا حظ له في الإسلام. سبحان الله، معادلة غريبة. وليس غريب أن نرى كذلك حسن البنا ينكر موضوع المهدي ويقول: فمن حسن الحظ لم نرى في السنة الصحيحة ما يثبت دعوة المهدي، وإنما أحاديثه تدور بين الضعف والوضع. يقول فمن حسن الحظ. سبحان الله، هم يريدون عودة الخلافة العثمانية، لذلك يقول فمن حسن الحظ. سبحان الله، لا يريد أن يكون الأمة الإسلامية مهدي إمام. سبحان الله، يقول فمن حسن الحظ لم نرى في السنة الصحيحة ما يثبت دعوة المهدي، وإنما أحاديثه تدور بين الضعف والوضع. بطبيعة الحال هذا كلام غير صحيح، فهناك أحاديث صحيحة كثيرة أخبر بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر بخروج الفاطمي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نعم أحبابي الكرام، حسن البنا كانت له زيارات من الشيعة إلى مصر. نعم، علاقة الإخوان بالشيعة قديمة جدا من عهد حسن البنا، وقد زار السيد قطب إيران مرارا وتكرارا، وهناك أكثر من 10 صفات مشتركة بين الشيعة والإخوان. وفي السنوات الأخيرة القرضاوي وحملات التقارب بين السنة والشيعة، كم هي الرسائل التي أرسلها والمحاضرات والندوات وغير ذلك. كل هذه الأمور باءت بالفشل، والإخوان المسلمين دائما كانوا يطلبون الدعم من إيران من عهد حسن البنا إلى يومنا هذا. ويمكن أن نقول باختصار: الشيعة والإخوان وجهين لعملة واحدة. أحبابي الكرام، نكتفي بما قاله الحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لننتقل إلى الأب الروحي للجماعة وهو السيد قطب. السيد قطب على غرار الشيعة قد سب بعض الصحابة، حيث قال في كتابه: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يقصد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. أعيد ما قاله السيد قطب، يقول: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. سبحان الله، يطعن في عثمان بن عفان ولا يدري ما قال في حق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل هو يدري، لكن سبحان الله يطعن في عثمان بن عفان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم، وهناك صحابة آخرون انتقص منهم السيد قطب، لا مجال للكلام عنهم اختصارا للوقت. وجاء عهد يوسف القرضاوي الزعيم الروحي
الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في الوقت المعاصر، وله هو الآخر كلام عجيب في كثير من المحطات، وقد أنكر المهدي. وعموما الجماعة تنكر المهدي ولها عقائد بعيدة كل البعد عن المنهج الصحيح. وقبل أن أختم هذه الحلقة أحبابي الكرام، أحب أن أقرأ مسرحية قديمة كانت فصولها في أواخر سنة 1947. تشبه هذه المسرحية الآن بين إسرائيل وإيران. ففي 15 ديسمبر 1947 قامت في مصر مظاهرة كبرى لتأييد الفلسطينيين ضد قرار التقسيم. وهذه يعني سبحان الله، هذه المظاهرة شارك فيها كثير من القادة العرب، وخطب حسن البنا في الجماهير المصرية والعربية قائلا: لبيك فلسطين، دماؤنا فداء فلسطين، وأروحنا للعروبة. يا زعماء العرب، يا قادة الأمة العربية، إنني أنادي الأمم المجاهدة، الحجاز وسوريا والعراق وشرق الأردن ولبنان وأبناء الوادي النيل، وكل عربي يجري في عروقه دم العروبة الحر. أيها الزعماء، أنتم القادة وهؤلاء الجنود، وقد وقفوا دماءهم لدفاعكم المقدس. هؤلاء الشباب ليسوا هزلين، لكنهم جدون، عهدوا الله والوطن على أن يموتوا من أجلكم. وإن ينقصنا اليوم السلاح فسنستخلصه من أعدائنا ونقذف بهم في عرض البحر. لقد تألبت الدنيا أن تسلبنا حقنا، وقد عاهدنا الله أن نموت كراما أو نعيش كراما. وإنني أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدماء 10,000 متطوع للاستشهاد في سبيل فلسطين، وهم على أتم استعداد لتلبية ندائكم. أعيد هذا المقطع وهو مربط الفرس، يقول حسن البنا: وإنني أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدماء 10,000 متطوع للاستشهاد في سبيل فلسطين، وهم على أتم استعداد لتلبية ندائكم. ومرت أسابيع على هذا الوعد، وإسرائيل قتلت وشردت أبناء فلسطين، والجميع يطالب 10,000 مقاتل. وجاء الرد متأخرا من الإخوان المسلمين وقالوا: ماذا قالوا؟ قالوا: الجامعة العربية أقرت في اجتماعها يوم 12 أبريل 1948 أن إرسال الجيوش العربية إلى فلسطين سيتم بعد انسحاب بريطانيا المزمع. سبحان الله، ليس هناك عذر أقبح من هذا، ليس هناك عذر أقبح من هذا أحبابي الكرام. فما دخل بريطانيا من الموضوع؟ فأنت تريد أن يخرج المحتل أو من أعطى الأرض لغير أصحابها، تنتظر منه أن يخرج لتدخل 10,000 التي وعدت بها؟ نعم، سبحان الله، مسرحية 1948 نراها الآن بين إسرائيل وإيران، وهناك من المسرحيات الكثير. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.